بن فهد ان الملز اهتز والان حتى الان يهتز بمدرج الاهلي وبتقدم الان ركله جزاء للاهلي. الاهلي متجه للثلاث نقاط، الاهلي الفوز في الطريق الان مع ركله الجزاء. الاهلي الثاني قريب منه بشكل كبير الان. هيثم عسيري يقدم نفسه كنجم المباراه، هدف ويتسبب الركله. الدولي هيثم عسيري، خدمات رائعة يقدمها لفريقه. شوف 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 السرعة وإحراج المدافع فيه واحد على واحد، وبالتالي ركلة جزاء للأهلي، ركلة جزاء للأهلي. والكل الآن في تصفيق وتفاعل لجمهور الأهلي في المدرج في المنصة، تفاعل عالي وفرح باتجاه المباراة لمصلحة فريقهم. ركلة جزاء، ركلة جزاء.